بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل، النهاردة إن شاء الله معانا إنسان قشقاي موديل 2021. نفتح نتفرج ونشوف عملنا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا فرش الكراسي أسود والخيط البنت رصاصي وتطعيم في الأسود كده جلد فليل اللي هو المنقط جلد المفرم، سميه زي ما تسميه اللي هو ده. تحديد الجلد الأوريجينال موجود برضو نفس التحبيبة بس في الجلد التقليد. بوريك انا كل حاجة على الطبيعة لما تفيد ان شاء الله. عملنا الارضية جلد وكده كده الابواب بتنزل جلد. قشقاي القديمة كانت بتنزل 2019 و18 وبعد ال20 كانت بتنزل قماش، كله بقى بينزل جلد. بنعملهم بس باستثناء لو انت تعمل فرش جملي فرش بيتي، انما اسود ما بنعملش. حتى مخدع الكونسول والفيبر بتاع الفتيس كل ده بنعملهم برضو، بس لو انت بتغير اللون طالما انت بتعمل الفرش اسود ما بنعملهمش. ركز بقى في التفاصيل في التقسيم. طبعا العربيه دايره ومفيش لمبه ارباك ولا لمبه تشيك ولا اي حاجه خالص. العربيه لسه ما شاء الله زيرو. ربنا يبارك لصاحبها يا رب. اللهم امين. كل ده متخيط يدوي زي ما انتوا عارفين وزي ما انتوا حفظتوا معانا. الفرش الاصلي راكب تحت ده، شيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحت زي ما هو مش متقطع. ما بنقطعش احنا الفرش الاصلي. هفتح لك برضو الاربع ابواب زي ما انت متعود معانا بالظبط. دورانات كل الحاجات دي، التفاصيل دي، المخدع. هنقفلك في كل الجهات دلوقتي عشان تتفرج كأن العربية قدامك بالظبط. فتحات الحزام، كرسي الاطفال. الدورانات دي ركز فيها، الدورانات دي، البنط، يعني كل التفاصيل دي اهم من الشغل نفسه. بسم الله الرحمن. نيسان قشقاي 2021، التفاصيل الصغيره ركز معايا فيها دي. ما قلتلكش انا برضو في حاجه تانيه اهو، بس هتلاقي كله قصاد بعض. فرش اسود بنط رصاصي. شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله اللي جاي كله يعجبكم. اتمنى ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.